ست دقائق من هيدا الفيديو هن دليل وتوثيق واضح وصريح للخبر يلي نشرته أنا الصحفية مريم مجدولين لحام أمس عبر تغريدة إلي على تويتر، واللي كشفت فيها أنه النائبة التغييرية بولا يعقوبيان تماري تهب أو تعطي مغلفات شهرية كرواتب بالدولار الفريش لحرس المجلس أو حرس المجلس النيابي أو حرس نبيه بري أو اللي صوبوا أسلحتهم على أعين وصدور الشعب الثائر، وذلك بطلب من أمين عام البرلمان اللبناني عدنان الظاهر، بالإضافة إلى موائد وغذاء وعشاء يومي ومفتوح لمشاوي وغيره لهيدي المجموعة. لأنه كلنا ما انتخبنا التغيير حتى يوصل جيل جديد من السياسيين الكذابين يلي بيكذبوا على بعض وبيرجعوا بيكذبوا على الناس. أنا صحفية من الطبقة العاملة الكادحة، وبتأسف إنه في نائبة تمثل بيروت عم توصف الصحفيين بالمأجورين، إن كان علي أو على كتار من زملائي يلي بعدهم لهلأ مبدئيين مش وصوليين، لا بينباعوا ولا بينشروا، وشغلهم الشاغل تبيان الحقائق باستقلالية، وهن أحرص على التدقيق بالمعلومات والأجرأ على المواجهة والنشر وخلق وعي مجتمعي حتى الناس أو الشعب ما ينغشوا بسياسيين أو سياسيات بدهم يلغوا كل تاريخهم الأسود ويعملوه أبيض بالكذب. عادة أنا ما بكشف عن مصدر معلوماتي انطلاقا من كوني أخلاقية، كما أني عادة ما بسجل بلا ما أخذ إذن، إنما حيطة مني سجلت، وحرصا على مصداقيتي ونضال الصحافة النظيفة غير المأجورة بلبنان وأنا بصفوفة. إليكم مصدري يلي هو النائبة التغييرية سينتيا زرازير، الأخبر بما يحدث داخل أروقة البرلمان وما يحدث في خبايا إدارة تحالف وطني وما يحدث بالكتلة التغييرية وما يحدث مع الصحناوي ومجموعة البنكرجية القدامى أو المصرفيين الجدد ومنصات تمويل الإرادة. ضميري مرتاح جدا لأنه مش أنا اللي بفضح صباحا وبسير ليلا. جنت على نفسها براقش. اسمع. لحظة، أنا بس في شغلة ما عم بستوعبها، كيف حدا بيقدر يطلع يوقف بوجه الناس يفتح كاميرا بهالسرعة ويقرر إنه أنا إذا عامل شيء غلط بنضب وبختفي كم يوم لأستر على عرضي؟ ما هي بطلع مش فارقة معها. إيه، لأنه مين بده يروح يثبت؟ كيف بده يتثبت؟ هن الحرس بده يجي يقول بيسترجي ما عم بيقبض. يا عدنان ظاهر هذا اللي قلت لك عنه اللي يعني على شواء قبلك طلع البيان يكذب انه حرس المجلس بيقبضوا بس من مجلس النبوح، بس انه كيف قادرة تطلع على الكاميرا تكذب هيك على الناس بوجهن؟ هذا بس انا مش عم بقدر اعرف. وحرس المجلس عدنان ظاهر طلع اسرع منا بالرد عنا، انتبهت بعتقد اكيد شفت البيان تبع مجلس النبوح. طبعا لك مين؟ لك مين؟ لك مين؟ السايكوباث. ما بعرف انا صراحه، هلا صار طالعه لايفين، انا بقول بعد الثالث بالليل ما بعرف شو وضع. بتعرفي ليه؟ شو ليه؟ ما بعرف ليه. لا لا الخبريه مو مضبوطه، ما بعرف شو بعمل. شو معناهن شو هي عادة هالقد بتنفعل بتنزل 500 فيديو على حدا منزل بوست خبريه عادة بتنام عليها بتشن وات ايفر. جنت جنت كيف طلعت خبرية؟ هلا أنا أكتر شيء انبسطت بشغلة وحدة، لا بفهمني تعصب تنزل فيديوهات هلا ما بقى رح تعطي لا مغلفات ولا أكل، هلا تسكر الباب 100% 100%. رأس المجلس وشمال المجلس أنا بس هذا المبسوطة فيه، انقطعت برزق كل واحد بده يطعميهم بدنا نقطع له برزقته. هولي ولاد حرام، هولي قوصونا، هولي قتلونا، هول خرج يتعلقوا على حبال المشاني لأنه ما في عنا دولة وما في قانون. 100% 100% ونحن البدنا مش هن لقمة الأكل عم بيحطها بيتمه أنا وإنت أحق فيها، لو كنا نحن من نبزقة هيدا مالنا وحلالنا، أنا حرة سوري. إيه 100% بس هي انا شو هالوقاحه انه انت عارفه انك عاطيه مصاري وكيف يعني قد ايه انت وقحه انه انت عاطيه مصاري وقاعده تطلعي وتقولي انه لا مش عاطيه مصاري وهيدا الصحناوي هي مثلا شو بتقول لك مثلا لما تحكي معك؟ بتقول لك مثلا انه بالكونفرزيشن بتقول لك انه كيف عرفت ولا بتقول لك
انه ليه عم تحكي عني هيك، هيدي بتدري مين مدفشها، هيدي انا مش هيك، بتقول انا مش لا هيك لا، مثلا. هي دغري قالت لي دغري من وقت اللي نزل البوست، قالت لي السحناوي هذا مشغله، بعتت لي دغري اون ذا سبوت. يعني انا ضحكت، قالت لي حياتي اللي شو بتعرفي قد ايه معقول تكون قابضه عليا، انا بيني وبين حالي شو قابضه، انترنت صار في هي ما بعتت بالاخير بقى. ليك صارت تبعت لي فويسات، ليه شو الغلط بالفيديو اللي عم تطلب ولا بس واحد يكون مخبص بينستر؟ هذا الجواب اللي جاوبته. قامت بعتت لي هيدا الايد اللي بتقول ثانك يو، هول الايدتين مع بعض، بيعرفوا شو المفروض يعرفوا. لا كده عدنان ظاهر ما طلب منه، هو ما طلب من حليمه، طلب من ياسين، طلب من وضب، ما بعرف اذا طلب من مارك، بس دفنتلي بس اكيد مارك ما دفع. يعني بقول لك كل يوم عم بتسب مارك ووضاح، وما قال هي ما بتسلم عليهم، وهول المدري شو. طب هيدا المؤتمر كيف ركب معهم هن؟ يعني جماعه الصحناوي مارك ووضاح وميشال، ميشال هو الاربع جيبات سيارات الجداد اللي شاريهم من اين لك هذا، ما حدا بيعرف منا من وين، وهلا خبيت بس رح سالته. هي كيف قاعدة معهم وكل يوم عم بتسبهم وما في حدا منا معهم تتقول شيء ان كومن؟ يعني بس هي معهم على اساس ما بتحكي معهم؟ طيب ما بعرف صراحة، ما بعرف. قالت لي هذا الصحناوي. لا لا، مريضة عملت هلأ فيديو عن السحناوي ومثل ربطتني فيه للسحناوي. لا بها شي هيدا، انه انا هاي باخر هالزمن انا بدي اكون مع المصارف. هلا انت بعدك طالعه مع الياس جرادي ومطالب هو انه تمضوا على شرعه حاله مشبوهه، شو بيطلع؟ طالبوا التوقيع على شرعه مودعين البنكرجيه اللي متبنيينها هدول جماعه المصارف. لا هي طلعت انه هي اللي قال هي راس الحرب ضد السحناوي وقسي بيروت وهنا لبنان. جيت انا ولما جيت عم بطلع فيديو لايف وقت هددوني انه يذبحوني بساحه ساسين اذا بفوت، ولما دق لي القاضي سعيد حديفي يقول لي سنتي احسن لك تسافري لعند الصحناوي لانه بعثوا لي كذا تهديد ودقوا لي، قلت له سعيد شو بده مني؟ قال لي المعلم بده اياك، وشو ما بدك بيتامن لك، وشو ما بدك بيصير، وشو ما بدك بنعمل لك، وشو ما هول. لما جيت عم بطلع فيديو فيهم ببروفس وبواتسابات، قامت قيمتها قالت لي اوعى بتخربينا بالتمرين وبيقتلوني لإلي كمان، بيقولوا انا مطلع. انت شو مش انه انا اللي عم بتهدد من السحناوي، انا المزروبه، انا اللي عم انه شو عم بيصير؟ ايه لا هلا هلا فوت احضريها، فوت احضريها، فوت احضريها. ما طالب منها تكون راس الحرب، ما هي ما عم بتخليني فوت على الدعوه. فوت فوت احضريها، فوت احضريها. تكون عرفت اذا انا بالدعوه يعني بدي العن نفسهم. اختي انا بس شو هالتوكسيك ريليشن شيب بينك وبينه؟ ما عم بفهم انا، انه خلص اقطشيلها، شو هالتوكسيك ريليشن؟ خلص ما في ريليشن حبيبتي، في قوانين، في اشياء، في